السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الطبية. وفي عناوينها: منظمة الصحة العالمية تنجز تقرير أولويات التعاون مع الكويت قريبا. دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للصيام المتقطع. تحذير من كبسولات القهوة قد تعطل هرمونات الجسم. دراسة تبين فعالية أجهزة تتبع اللياقة البدنية في إنقاص الوزن. تطوير جهاز لتنظيم ضربات القلب من دون بطارية. أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر صحية أن الممثل الدائم لمنظمة الصحة العالمية في الكويت الدكتور أسعد حفيظ يعكف حاليا على كتابة تقرير حول البرامج الصحية والرؤى المستقبلية وأولويات التعاون بين الجانبين، لافتة إلى أنه سينتهي من إنجاز التقرير خلال الأيام المقبلة. وأكدت المصادر أن أولويات التعاون بين الجانبين تشمل الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان والأمراض التنفسية، والتصدي للطوارئ الصحية والأوبئة، ودعم الرعاية الصحية الأولية، وتطوير نظم المعلومات الصحية، حيث إن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات ومحاضرات ونقاشات بين الممثل الدائم لمنظمة الصحة العالمية في الكويت وعدد من القطاعات في الوزارة للوقوف على الوضع الصحي الحالي بالبلاد والمشروعات الصحية التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين. كشفت دراسة علمية حديثة عن فوائد عظيمة للصيام المتقطع، ووجدت الدراسة أن حرمان فئران خضعت للتجربة من الطعام ل 48 ساعة قد ساهم في تحييد البكتيريا المسؤولة عن فيروسات المعدة والتي تدخل الجسم عن طريق الفم. وحدد الباحثون فائدة الصيام في القضاء أو تخفيف أثر بكتيريا السالمونيلا المسببة لالتهاب المعدة والأمعاء. ووفق الباحثين فإن الصيام يحدث تغييرات في ميكروبيوم الأمعاء وتجمع البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى التي تعيش في الجهاز الهضمي، وتساعد الجسم على معالجة ما يستهلكه من غذاء وشراب. ونكلت وكالة UBI للأنباء عن أستاذ الأمراض والجهاز الهضمي في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا والمؤلف المشارك في الدراسة الدكتور بروس فالانس قوله: شاهدنا تغيرا إيجابيا في تكوين الميكروبيوم، ما يعني زيادة في البكتيريا النافعة. وبين فالانس أنه عندما يصاب الناس أو الحيوانات بالعدوى فإنهم غالبا ما يفقدون شهيتهم، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك علاقة بين استهلاك الطعام وظهور المرض. كذلك أشار الباحثون إلى أن الصيام له أثر إيجابي أيضا على بكتيريا العطيفة، وهو النوع المسبب الأكثر شيوعاً لحالات التسمم الغذائي. واختتم الباحثون بالقول إن الطعام يلعب دوراً مهماً في تنظيم التفاعلات بين مسببات الأمراض وميكروبيوم الأمعاء، وعندما يكون الطعام محدوداً يبدو أن الميكروبيوم يخزن العناصر الغذائية المتبقية، مما يمنع مسببات الأمراض من اكتساب الطاقة التي يحتاجونها لإصابة المريض. كشف فريق من باحثي التغذية في جامعة كونتكت الأمريكية أن كبسولات القهوة قد تحتوي على مواد كيميائية انتقلت من البلاستيك المصنعة منه الكبسولات. وأوضحت الباحثة الرئيسية أوك تشان أن هذه المواد الكيميائية غالباً ما توجد في كبسولات القهوة البلاستيكية، وقد تؤدي إلى تعطيل تنظيم الغدد الصماء وهي المسؤولة عن إفراز الهرمونات في الجسم. وبينت أن ذلك يحدث نتيجة عملية التخمير عند إضافة درجة حرارة عالية وضغط الكبسولة البلاستيكية لاستخراج القهوة بسرعة.
واقترحت شون أن الوقت لم يحن بعد لدق ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن عمل الباحثين لا يزال مستمراً. وقالت: نحن نتعرض لهذه المواد الكيميائية من كل مكان في هذه الأيام، مشيرة إلى أن الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة تعتبر أيضاً مصادر أخرى لمواد كيميائية مماثلة. وأضافت أن الباحثين اعتبروا هذه الدراسة جديرة بالتحقيق لأن شرب القهوة سلوك معتاد بشكل يومي. أجريت دراسة حديثة في جامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، أجابت عن الأسئلة المرتبطة بتأثير الأجهزة الرياضية في إنقاص الوزن في ظل وجود عديد من الخيارات المشجعة، ومن بينها عداد الخطوات وجهاز مراقبة القلب، وهي أمور يمكن أن يطلب الطبيب مراقبتها عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. وطبقاً لمؤلف الدراسة زان جاو، فإن أجهزة تتبع اللياقة البدنية القابلة للارتداء تتيح للمستخدمين تحديد النشاط البدني وتتبعه وتقديم تذكيرات مستمرة للنهوض والتحرك، بما يعزز المراقبة الذاتية والتنظيم الذاتي، ويساعد ذلك بشكل أساسي على إنقاص الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض قاتلة، بما في ذلك السرطان ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب. واستخدمت الدراسة بيانات من 31 تجربة سريرية، وبحثت بشكل خاص في تأثير أجهزة تتبع اللياقة البدنية على المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة مع الظروف الصحية ذات الصلة، ومن بينها السرطانات المختلفة والسكري من النوع الثاني ومرض الشريان التاجي ومتلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وانقطاع النفس أثناء النوم. وتم استخدام تلك الأجهزة ومستشعرات الحركة القابلة للارتداء من 4 أسابيع وحتى عام كامل، مع تحديد أهداف للمتطوعين من أجل تحقيقها، من بينها الوصول إلى 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني من المعتدل إلى السريع أو المشي السريع. وخلصت الدراسة إلى أنه يبدو أن التدخلات التي استمرت 12 أسبوعاً على الأقل تؤدي إلى أفضل النتائج. وقد أسهمت عدادات الخطوات ومقاييس التسارع وتتبع اللياقة البدنية في انخفاض مؤشر كتلة الجسم بمقدار 3.4 مع النظام الغذائي والاستشارة الطبية. طور باحثون صينيون جهازاً لتنظيم ضربات القلب يعمل من دون بطارية، بل يستمد الطاقة من نبضات القلب نفسه. ويعتمد الجهاز الجديد على تجميع الطاقة الحركية للقلب التي تتشكل عن طريق ضخ الدم عبره. ووفق ما ذكرت وكالة يونايتد بريس انترناشونال الإخبارية الأمريكية، فإن الباحثين يجرون حالياً مزيداً من الدراسات والتجارب لهذا الاختراع مع الحيوانات للتحقق من سلامته قبل اعتماده للاستعمال البشري. وبحسب الباحث في الهندسة الميكانيكية بجامعة شانغهاي بي زيران، فإن الاختلاف بين جهاز تنظيم ضربات القلب الجديد والأجهزة القديمة يكمن في طريقة إمداد الطاقة، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تطوير العديد من الأجهزة الطبية الحيوية القابلة للزراعة في المستقبل. وأشار إلى أن القوة العملية للقلب هي 5.0 نيوتن، فيجب أن تكون الطاقة الناتجة حوالي 192 مايكرووات. وبالنسبة لجهاز تنظيم ضربات القلب التجاري يكفي ما لا يقل عن 10 مايكرووات تقريباً لعمله الطبيعي. وتتصل أجهزة تنظيم ضربات القلب الحالية ببطاريات خارجية عبر أسلاك، حيث تعمل البطارية على تشغيل الجهاز المنقذ للحياة، مما يسمح له بالحفاظ على نبضات القلب بانتظام. إلى هنا تنتهي نشرتنا الطبية لهذا اليوم. في أمان الله.